شغل. يا عيني على الصوت يا عيني. حط لكم وضعية سبورت. والله مو سهل الكونه 286 حصان. سعد الله صباحكم بالخير والسرور ومتابعينا غني. يا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركينا وجدد منورين قناتكم. عندنا تغطية سريعة عند هونداي الوعلان. وصل عندهم هونداي كونا انلاين. لو تلاحظون المكان هذا صار مخصص للسيارات الانلاين. هونداي السوناتا 290 حصان اللي جربناه لكم انلاين الاداء العالي. وهنا عندنا هونداي كونا الأداء العالي. هذه 2000 حجم الماكينة تيربو بقوة 286 حصان والعزم 392 نيوتن. الجير 8 سرعات. الموتر هذا مو سهل طيارة بالحجم هذا. لكن عطني رايك باللمسات الرياضية. أول شيء راح تلاحظ باللمسات الرياضية الواجهة الأمامية اللي جاية بشكل زوايد باللون الأسود، زايد الجنط المميز والشكل الحلو مقاس 19 بلون دخاني أو قريب لدرجة من درجات اللون الكحلي، زايد كليبر جاي باللون الأحمر عليه شعار الـN بحيث يعطيك الشكل الرياضي. وهنا راح يكون فيه زوايد جانبية وراح يكون هناك بالنهاية حرف الـN اللي هو الـNline، زايد التكحيلات اللي جاية باللون الأسود. الواجهة الأمامية بشبك يختلف عن الكونة العادي. هذه هونداي الكونة العادية وهذه الرياضية. شوفوا قصة الشبك جاية على شكل أسهم. راح يكون فل كامل رادار. هالقطمة الصغير هذا تسارع من 0 إلى 105.5 يعني مو سهل ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للمفتاح هذا هو المفتاح، راح يكون فيه تشغيل عن بعد وراح نشغلها الحين لكم علشان تسمعون الصوت لان عليها اكزوز. خلونا نوريكم الحين الجهة الجانبية من جهة باب السواق. عطني رايك. الموتر تفاصيل وتصميم حلو ورياضي بنفس الوقت. اللون لون احمر جاي بدرجة من درجات اللون الاحمر الناري. راح يكون هنا الجناح اللي بالاسود جاي بحجم كبير وهذا الشكل الخلفي. الشكل الخلفي من وراء جاي على شكل ديفيوزر وفي مخارج شكمان جاي بحجم كبير. شوفوا مثل ما هي واضحة لكم هنا. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شلون جاي كبر حجم مخارج الشكمان. يعني اللي يعرفون الكونة يقول مو معقول ان الكونة بيجي بهالشكل هذا. السعر يا ابو بندر الحين بصور لكم السعر، لكن اعطونا رايكم فتحات مخارج اكزوز اللي جايه بحجم كبير. هنا التكحيلات كلها جايه باللون الاسود وحرف الان راح يكون هنا. وهذه السوناتا بعد ترى يختلف درجه اللون هذا عن هذا. الالاين هلا السوناتا اللي جربناه موجوده بقسم الفيديو. صرفيه البنزين على قوه الاحصن هذه يمشيك 12.5 الماكينه 2000 ودفع امامي. غريب المفروض انه دفع رباعي بنزين 91 وهذا الصف الثاني. خل اوريكم الصف الثاني. ما شاء الله تبارك الله. مراتب كنتارا من النوع الزين التطريز اللي جاي بالازرق الفاتح. وفتحه. جهة السواق فيه تفاصيل حلوة. خلونا نروح الحين ونشوفها. نوريكم جهة السواق. بصمة اكيد. مراتب جلد وبالنص كنتارا. حرف الان راح نشوفه بكل مكان مع التطريز اللي باللون الازرق. شوفوا حتى قصة المرتبة جاية كأنها قصة مراتب رياضية. فتحة. خلونا نركب ونشوف الدركسون الرياضي. هنا عندنا راح يكون ازرة تحكم البنوافذ قفل مركزي. وهنا عندنا السماعات، سماعات كريل راح تكون بعدد اكثر من 6 سماعات وكرسي كهرب.
وهنا راح يكون عندنا بروجيكتور وزر حق المنحدرات والتحكم بالاضاءه حقت الطبلون. خلونا نركب ونكمل. هذه الداخليه. لاحظوا اول شيء راح تلاحظوا الدركسون الرياضي اللي جايب شفتر حجم كبير وزايد الزر هذا اللي يجي مثل السيارات الرياضيه حق الغاز. هذا بشكل عام هي راح تعطيك قوه 276 حصان، اذا انت ضغطت الزر هذا راح يعطيك زياده 10 احصنه. خلونا نشغل لكم السياره. باقي هذا صراحه ستارت وحاطينه باللون الاحمر عشان تكمل الفخامه. اسمع الصوت ان شاء الله. 4 سلندر، هذا بروجيكتور زي الفئه العاديه. بسمعكم الصوت من برا اذا نزلت. عليه اكزوز وعليه حتى التعليق راح يكون يختلف. شوف شروط انجير شفت غير مستوفات، لازم انت تحطه في الجير هنا بعدين بالتكترونيك. شوف يعطيك بقوة انطلاقة اللي هي اسم الصوت، حتى الصوت تغير لمدة 20 ثانية. اول ما يجي ببالك بتقول وبندر هذا وشو هذا اللي على حرف الان، هذا بدل ما انت تغير وضعيات القيادة من تحت تقدر تغير وضعيات من الزر هذا. شوف وفيه وضعية والثيم سبورت بحكم انه انلاين، واعجبتني الحركة صراحة. بس من وين يطلع لك؟ مو من هنا، راح يطلع لك من هنا. شوف يا عيني بيعطيك درجة حرارة الزيت وحرارة المحرك زي السيارات الرياضية المعروفة. التعليق وعجلة القيادة والمحرك شوفوا كاستم، تقدر تتحكم بالوضعيات حقت الكونة الرياضية. من وين؟ لوريك شوفوا هنا يعطيك كل شيء. والله شغل عدل، أعجبتني صراحة هذه، أعجبتني. ما شاء الله تبارك الله، والله شغل متكتك صراحة. هذه من الأشياء اللي عجبتني كتصميم، أكثر شيء عجبني الجنطنة واللمحات والتكحيلات اللي جايب لون أسود زايد الجنط. وهنا راح يكون حرف الإن بعد. هذه مثل ما قلت لكم تعطيك زيادة باور وقت الانطلاقة ومدة 20 ثانية بعشر أحصنة. خلونا نحطه بالتوبترونيك، راح ما تجي إلا بالدي وبالتوبترونيك. شوف ما شاء الله تبارك الله، طبلون شاشة 10.25 إنش، وهنا بعد شاشة وسطية بحجم 25 إنش. غريبة جميع سيارات كونا هونداي الفئات كلها تجي كاميرا واحدة خلفية، ما أدري ليش، يعني المفروض أن هذه تنزل بأربع كاميرات صراحة، حتى الفول بعد. القائمة الرئيسية نفسها نفس قائمة الرئيسية حقت الكونا. وقد جربت لكم هونداي كونا الفول والنص فول، رحنا عليها خط الحائي. عندنا هنا المكيف، أزرار التحكم اللي هو بالمكيف، شاحن وايرلس، مخارج يو اس بي، والشاحن لاسلكي. الجير تبترونيك بثمان سرعات، فيه حرف الان جاي هنا والخط الازرق الفاتح اللي جاي هنا. وضعيات القيادة هذه هي، اوه الصوت الكزوز يتغير مع وضعية القيادة. شوف اسمها نورمال وايكو وسبورت، في ثلاث وضعيات. تسمع صوت الكزوز الحين يتغير، يا عيني يا عيني. نعطيكم دعسة على خفيف، حليل الصوت يعني ما هو ذاك القوة يعني. نكمل هنا جلنط يدوي عليه تطريز وحامل كواب والتكاية اللي بالنص. تقريبا خلصنا، بوريكم شكل الدركسون الرياضي. تحكم بالطارة يدوي، هذا النور والليد النهاري. والله مو سهل، ما هو سهل هالقطمة، ما شاء الله تبارك الله. 280 حصان، يعني بيجيك عزم مو صاح ما شاء الله على هالوزن وعلى هالحجم. خلو بوريكم الماكينة، وهذه الماكينة
انلاين تيربو 4 سلندر حجم الماكينه 2286 حصان والعزم 392 نيوتن والجير 8 سرعات والتسارع من 0 الى 100 5.5. وبس خلصنا يا غالين. السعر يا بندر معليش انا اسف الحين اصور لكم السعر. سعر هذا السعر قبل الضريبه 134,000 ريال وبعد الضريبه 155,000 ريال ضمان 5 سنوات او 100,000 كيلومتر. اذا عجبك الفيديو لا تنسانا من رشة عطر، واذا انت جديد او زائر لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل شيء جديد. فمان الله وبحفظ الكريم.